شغل حضرتك هنا او مهامك بتتمثل في ايه بالظبط؟ انا هنا قائد قطاع، مهمتي هنا تامين القطاع بتاعي. هنا الكتيبه هنا عباره عن 3 قطاعات. اول قطاع اللوكاتكس، ثاني قطاع اسم الشرطه، ثالث قطاع اللي احنا فيه دوت قطاع المحكمه. دي مبنى المحكمه؟ ده مبنى المحكمه، بس هو القطاع كله متسمي باسم المبنى المحكمه. القطاع بيكون من 6 كمائن. في عندي كأول كمين، كمين اللوك بيز ده، والليكولوج دوت مسؤول عن صرف التعيين والتعيين بتاع اليو ان، الكتائب والوحدات. تاني كمين معايا الانتخابات، تالت كمين هنا المحكمة، معايا كمينين سجن، ومعايا كمين تاني مكتب التحقيقات بتاع الدولة. ايه نوع المشاكل اللي ممكن تكون عند كمين المحكمة هنا؟ احنا بطبيعة الشغل بتاع المحكمة ممكن يبقى في أي تجمهر بره، في أي حاجة بنبتدي نبلغ بيها مندوب العمليات عندنا، يتعامل هو على طول بيبلغنا بالإجراءات اللي احنا بنتبعها على طول.